يوما باستخدام زيت الزيتون لتبييض أسنانك. قد يصدمك الأمر بالفعل، خاصة أنك ربما لم تفكري يوما بأن الحل السحري لتبييض الأسنان لتقوية اللثة ومنع نزيفها متوفر بين يديك بكثرة، وبأنه يمكن الحصول على ابتسامة ساحرة من خلال استخدام زيت الزيتون. نقدم لك عزيزتي وصفة منزلية بمكونات بسيطة تعمل على تبييض الأسنان في مدة قصيرة دون أن تضر بصحتك، كما أنها غير مكلفة. بالنسبة لمكونات وصفة تبييض الأسنان، نحتاج إلى قطعة من القطن، نحتاج إلى زيت الزيتون. بالنسبة لطريقة استعمال، أولا قومي بإحضار مقدار ملعقة صغيرة من زيت الزيتون في وعاء صغير بواسطة فرشاة الأسنان أو قطعة صغيرة من القطن. اغمسي قطعة من القطن في زيت الزيتون، افركي أسنانك جيدا بها مع الاقتراب من اللثة. فمعروف عن زيت الزيتون قدرته على تغذية اللثة ومنع نزيفها وإضعافها، وبالتالي الحفاظ على أسنان صحية. هناك طريقة أخرى أيضا، بحيث تقومين بملء فمك بملعقة كبيرة من زيت الزيتون وتتركيه لمدة 10 دقائق. قومي بالمضمضة بين الحين والآخرة، بعد ذلك تخلصي من ما في فمك عن طريق البصق. كما أن للمضمضة بزيت الزيتون فوائد أخرى، منها علاج آلام الأسنان وإيقاف نزيف اللثة، وتعالج الكثير من الأمراض المستعصية. بعد الانتهاء اغسلي بمعجون الأسنان الذي تستعمليه عادة. استخدمي هذه الوصفة بشكل يومي صباحا ومساء، فهي كفيلة بمنحك نتائج مضمونة وسحرية وتساعدك على التمتع بأسنان بيضاء ومشرقة. دومي على هذه العملية حتى تلاحظي النتائج المرجوة. أتمنى أن تكون قد أعجبتكم هذه الوصفة. شكرا على تتبعكم. إذا أعجبكم هذا الفيديو، ما عليكم فقط عمل جيم لهذا الفيديو وبارتاج ليستفيد منه الجميع. يمكنكم الاشتراك في القناة للتوصل في جديد القناة، وذلك بالضغط على زر أبوني. شكرا على تتبعكم. للمزيد من الوصفات زوروا الموقع chefmariam.com، أيضا موقع chiwati.com. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم وحلقة قادمة.